الخير دكتور زهير بن حسن خشيم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. صباح الخير. شو راح تخبرنا اليوم؟ لغه الجسد. اوكي. لو قلت لك انا صباح الخير. صباح النور. فيري جود. لو قلت لك صباح الخير جاوبي انت لوجين على اساس اليوم في نكد. في نكد نسواني. صباح الخير يا اي واحده حبيت. لا طبعا الاولي. الاولى بس انا صبحت عليك. طريقة كلامي وتصبيحتي عليك انا شو ارسلت لك؟ شو انت عم تشوف ايش بقول لك في الرساله هذه؟ اول صباح خير كنت انت مرتاح. الثانيه لا انا مش مرتاح. اذا احنا بنرسل باجسامنا وبطريقه اسلوبنا في الكلام بنرسل ايش؟ إشارات. رسائل. انت بمفهومك شو عم تفكر فيها؟ شو لما توصل لك الرساله هذه ادراكك لها ايش بيكون؟ وبناء عليه انت بتتصرف معايا. صح مزبوط كذا؟ صح. طيب لما انا رسلت لك الرساله هذه ارسلت لك اياها بناء على ايش؟ على فكره في راسي. احنا كيف نفكر؟ احنا كيف نفكر؟ هو المزاج. انا مزاجي كويس اليوم واقول لك صباح الخير. اذا مزاجي متعكر صباح الخير. صباح الخير بالطريقه هذه. اذا احنا بنقرا ايش؟ بنقرا العيون وبنقرا اليدين وبنقرا الجسد ككل. نبره الصوت. نبره الصوت كمان ممكن. جميل جدا. في عندك مناسب لطريقة التفكير. في ناس بتفكر بطريقة اللي نسميها نحن البصري. لكل حاجة بيتخيلها. تلاقي لما ايش البصري هذا كيف تعرفه؟ بيقول لك ايش؟ شفت اللي صار؟ بنقول لك المشهد. المشهد بيقول لك المشهد. طيب والشخصية السمعية اللي دائما بيسمع ايش بيقول لك؟ سمعت اللي صار؟ بالطريقة هذه. طيب والإنسان الحس اللي دائما بيتكلم بايش بهدوء دائما هادي حيقول لك ايش؟ احساس رهيب، شعور غريب. جميل. حتلاقي الشخصيه البصريه يتكلم بسرعه والشخصيه الحسيه بيتكلم بهدوء. مظبوط. والشخصيه السمعيه ما بين بالطريقه هذه. جميل جدا. طيب خلينا نقرا العيون الان. انا لو جيت قلت لك ايش اتذكر معايا زميلك اللي في المدرسه وانت في ثالثه ابتدائي. تذكر يا لوجين. انا ابغى اشوف عينك وين بتروح. نفس الاختبار اللي سوى لي ولا لا؟ عادل. اي اوكي. طيب عينك لحظه كده راحت على اليمين فوق. على اليمين فوق. اوكي. طيب تخيل حياتنا. لو قلت لك ايش تخيل حياتنا احنا عايشين في المريخ كيف حتكون؟ انت رجل بتاع اخبار والله حتكون تعيسة جدا. احكي لي سيناريو. حتكون مقيدة مقيدة أو فيها حرية أكثر؟ لا ما بعتقد فيها حرية. حتكون مقيدة. ماء قليل، هواء قليل. كيف حيكون بيتك؟ شكل بيتك كيف حيكون؟ حيكون زجاج. شو عم بصير؟ خبرني. لما بنتخيل نحن دائما حاجات غير واقعيه ما شفناها قبل كده العين بتروح يسار فوق. عشان كده فعلا قاعد الاحظ وين قاعد عينك تروح يسار فوق. تخيل حتى هذه. طيب بمعنى لما انت بتفكر في حاجه بتجيب من فين؟ من عقلك الباطني، من ذاكرتك. فعينك ايش بتروح يمين فوق. لما نبدا نالف او نكذب بتروح العين على فين؟ على اليسار. يسار. عشان كده انت بتقول دائما لما تقول لواحد تتذكر في الافلام كده يقول له طلع فيني واحكي لي ايش اللي حصل. فحتشوف عشان تشوف حركات عينه. يكون عم يستنطقه يعني. يس. اوكي. حتشوف حركات عينه. بالنسبه للاطفال نفس الحكايه. تطلع فيه هو عم بيحكي يحكي لك شو اللي صار. شوف عينه فين عم تروح. تلعب يمين. ها بالنسبه لك انت هنا يمينك. ها بالطريقه هذه. او شوفي دائما انتبه لعينه اليسار. طيب هذا ثابته انه مجرد اي واحد تروح عينه يسار بعدين نقول يعني ان جنرال. خلينا نقول ان جنرال يعني خلي بالك لا تروح عينك يسار وانت تتصرف معي. طيب جميل جدا. بعد كده ايش نبغى نشوف العين كحركات العين في السماء. نقول تخيلنا كده عايزين نتذكر اغنيه جميله مثلا للست فيروز. ها ايش تعطينا؟ اكيد بدك تسرح يعني. بدك تسرح. اوكي اعطيني اغنيه كده من الاغاني تبعها مثلا. صوتي بشع. لا 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 كلمات. تذكر لي اغنيه بس. اعطيني النايه واغني. اعطيني. وين راحت اذنك؟ لورا. يمين. يمين مع اذنك هذه. مزبوط. جميل جدا. طيب لو قلت لك تذكري صوت الغزال. صوت الغزال. اي صوت الغزال. ما قد سمع صوت الغزال. يعني اللي فيه صعب. ما له صوت. له صوت لازم. ما له صوت. بس لاحظت عيونها وين راحت؟ على اليسار. شتتت. عينك تروح على اليسار. اذا اليمين دائما صادق وبيجيب من ذاكرتنا الخلفيه واليسار بيجيب على فين؟ يبحث من يبحث او يؤلف.
جميل جدا. طيب خلينا نشوف العين الان. لما انا شفت انا حاجه كده انبهار انبهار او اعجاب او يعني في حبيب انا ما شفته من زمان، مظبوط الكلام هذا؟ طيب ولو انا عملت بالطريقه هذه مين هذا؟ عم ركز في حاجه، عم ركز فيها. جميل، انت عم تتكلم معاي تخلي بالك ها، وانا رحت عملت كذا شرت ليش؟ عم فكر شو حروح ارد عليك ولا كلامك هذا ما هو مزبوط. بس انا طيب عم تقوله مهم دكتور، فينا نفرجيه على الكاميرا انت و... في كم حته كمان ايش حنكملها اذا سمحت. بعد كده حنيجي على ايش؟ تكلمنا عن ايش؟ عن العين. وسعنا وضيقنا وشتتناها. بعد كده خلينا نشوف اليد، احنا بنتكلم بيدنا مزبوط. زي تتذكر النصر لا اله الا الله، الشهادة. جميل جدا. طيب كده جيد وكده اوتو ستوب. جميل جدا جميل جدا. تخيل انا واقف بالطريقة هذه، ايش الشكل اللي طالع هيك مثل ما انت انه انت ثقة واثق من نفسي. طيب لو جيت في موقع وقلت لك والله انا اسف ما اقدر ايش اعمل لك حاجة، يديني فين صارت حسب الموقف، انا يديني مقفل ما اقدر اعمل لك حاجه، يديني مضمومه ايش تأمري؟ شفت الفرق في اليدين؟ وانا اسف ما اقدر، لا حول ولا قوه، لا حول ولا قوه كده. طيب لو انا وقفت بالطريقه هذه، شوف يديني فين تحت هنا، مهما قلت انا مقفل خلاص، صح؟ مهما قلت، مهما حتقولي انا مقفل مقفل ومنطوي على حالك، مقفل ومنطوي. شوف يديني فين جايه لتحت. طيب اذا ايد فوق ايد تحت كمان استناك، يعني انا بستناك في عندي حاجه راح اقولها، انا بستناك خلص وانا بعدك وانا بعدك على طول. جميل جدا. شفت العلم اللي ايش واقفه بالطريقه هذه ماسكه يدينها وماشي، هذا ايش؟ مهموم عم بفكر؟ عم بفكر. جميل. طيب انتبه للحته هذه، في فرق بين الثنتين. يس راح انتقم منك، استنى علي راح افكر لك في حاجه بس يا لطيف. لاحظت الكلام هذا؟ ايش كمان عندنا؟ مستحي من شيء بدك تقول. في عندي كلام راح اقوله بس خايف اقوله. مزبوط؟ متردد اقول ولا لا؟ اي جلستي مره كده وفكرتي بالطريقه هذه؟ لاحظتي؟ تصير. طيب نحن مع الاسف الوقت عم يخلص، قلت لنا في عندك صور تفرجينا اياها. الصور هذه النوم، لغه الجسد في النوم كمان، انت ونايم في لغه الجسد وانت نايم. اذا فيها الكاميرا تاخذهم محمود. هذا الانسان ايش؟ طيب لك كل لحظه اذا ممكن. ايوه هلا مزبوط. اوكي ايوه كذا. شو هذا؟ هذا انسان نايم، شوف طريقه نومه، عاطفي يميل للراحه ولا يحب التطرق في الامور. في امور حلو عاطفي، انا ليله نفسه. طيب اللي بعدها، اللي بعدها بس بسرعه دكتور. اليوم الوضع الجانبي واليدين على الجانبين تدل على انه شخص سهل اجتماعي، يحب ان يكون جزء من الناس حيث انه يثق بالغرباء. اوكي هادئ وقنوع، شايف النومه هذه ما احلى منها، هادئ وقنوع. اوكي هذا النوم العسكري. اليدين مسترخية على الجانبين، الاشخاص الذين سيريس ينامون بهذه الطريقه هادئين هادئ. يعني كذا اوكي هي في شو هذا متقوقع؟ هذا رجع لبطن امه مش عاجبات الحياه ابدا. راجع. لا انتبه لاولادنا، ننتبه لاولادنا كيف يناموا، بيناموا بهالطريقه، بيناموا بهالطريقه، في حاجه مضايقه. نعم اوكي هذه الطريقه. اجتماعيين انسان اجتماعي فاتح يدينه نايم على بطنه. نعم ذاك الاولاني كان ضامن. صحيح هذا فرح الدنيا، منفتح على الحياة مرة، انسان جميل، هذا مرتاح مرة، هذه نومة مرتاح بالضبط. ينامون بهذا الوضع مع كلتان اليدين بالخارج وممدودة إلى الأمام، لديهم طبيعة منفتحة. نعم ما يدينه. نعم نحن مع الأسف انتهى وقتنا دكتور، رح نشوف آخر صورة. هادئ سهل المعشر وكريم. حلو أسيبكم مع هذه آخر صورة. هذا شو؟ الأطفال مالهم ما نقدر نقول عليهم أي حاجة. شوف هذا كيف نايم وننتهي. جميل دكتور، شكرا لك اليوم. اذا حكينا عن لغه الجسد ولغه العينين ايضا وكثير امور، شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك زهير، شكرا. دائما مواضيعك شيقه. الله يخليك، شكرا جزيلا.